تحية للحضور، تحية للممثل الجامعة الوطنية لكرة القدم. أنا ربما ما غاديش تكون عندي شي ملاحظات على التقرير الأدبي والتقرير المالي، ربما فيما يتعلق فيما يخص التقرير المالي كنقول أنا رغم أنه كاين الدعم ولا شي حاجة، الدعم قليل لأن الرياضة كتحتاج دعم كثير خاصة الدعم. بالنسبة عندي ثلاثة ملاحظات، ربما أول ملاحظة وبعد أول تساؤل كنبغي نتساءل كيفاش ممكن يتم انتخاب المكتب، لأن المكتب عادة كينتخبوا المنخرطين. مادام حنا ما عندناش منخرطين، كيفاش غادي يتم تشكيل المكتب؟ واش بالتوافق ولا بهذا ولا ولا هاد الناس هما اللي غادي يصوتوا على هذا؟ كذلك شروط الترشيح، شكون اللي عنده الحق ما عندوش الحق ترشيح؟ هذا تساؤل. بالنسبه للتسيير المكتب المسير الجديد، كنحاولوا نقولوا انه اللي ممكن يتحمل المسؤوليه ديال التسيير هو اللي كيشوف راسو اولا النزاهه، اولا الشفافيه، لانه هذا المال العام. حنا ديما كنقولوا كنعتبروا ان المال العام بحال المال اليتيم، ربما خطر لان لكن كيتعلق مال اليتيم بالافراد، فان المال العام كيتعلق بالجماعات. عندي ملاحظه اخرى بالنسبه للناس اللي خصنا نتهلاو فيهم، كاينين اللعابه، خاص اللعابه الحقوق ديالهم تكون هذا، لانه باش يعطوا اداء جيد خاصنا تكون حوافز. بالنسبه لدوك كاين شي دراري كنشوفهم في التيران كيديروا ليطرا، بالنسبه لهذوك الدراري ديال ليطرا حضرت شي جوج مرات، بعض المرات كاينين فعلا، كاينين شي وحدين فيهم كيطلقوا كلام اللي يخديش يتنافى مع الاداب العامه وهذا، ولكن ما يمكنش نصادروا حقهم في انهم يحتجوا انهم يشجعوا، ولكن او ميم طون يلزون لو دغوا دو باش يحتجوا على مثلا المكتب المسير الا ما كانش هذا، وكذلك عندهم الحق انهم يحتجوا على سير العام كاع ديال المجلس ولا كاع سير العام كاع ديال الدوله. هذا حقهم، شعاراتهم هذا، لان كنشوف انا هذه رساله ربما كتوجه لرجال الامن انهم كيجوا عند الدراري هنا كيقول لي راه كل مره كيدوا منا ثلاثه اربعه وكيقولوا لي ان الشعارات اللي ما كتقولوش، كنسول على الشعارات اللي كيقولوا، هي شعارات من حقهم يقولوها، كيحتجوا فيها مثلا على المكاتب المسيره، كيحتجوا فيها على السياسه ولا مثلا على المسيرين مثلا ديال الشان العام هذا. كذلك بالنسبه للنقطه اخرى هي واحد النقطه اخرى باقي ليا، هي بالنسبه انا كنحاول بالنسبه للاطور القديمه ديال بنكرير، ما يمكنش لان ربما الفرقه من هنا لقدام راه غادي توسع وغادي تكبر وهذا، وغادي نبداو ربما نبداو نستعنوا بالاجنبي. انا كنشوف انا ما كاينش مشكل تستعن بالاجنبي لانه كاين الخبره، ولكن لا يمكن ان نهمش الطاقات المحليه. كاينين دراري مثلا اللي عندهم يقولوا في الكره، عندهم ما يقولوا في التدريب، عندهم ربما كيبان لي محتاجين التكوينات، صرفوا عليهم يديروا تكوينات. هذا ماشي واحد النقطه اخيره، هي بالنسبه لدوك البارير اللي كيكون في التريبيل، ربما هذوك كيعقلوا اكثر من كيديروا النضال، لانه انا بعض المرات كيبان لي هذاك التيران بحال الحبس، ما كيبقاش تيران، خاص تخلوا لي سباس ديال الناس فين تحرك، لان كيبان لي باريره من هكا والباريره من هكا، وكاين هذوك الباريره ربما بعض المرات الناس كتدافع، بعض المرات كيكون التريبيل باقي خاوي والناس باقي برا مقطعين الوراق وباقي هذا. لذلك بالنسبه للتنظيم كيبان لي انا خصني نتابع بنادم لهذا الامر هذا، وتحيه لي. تحيه في حق الاعضاء ديال لجنه الفير اللي خداو الفرقه بواحد الظروف اللي كيعلمها الجميع، وتحيه خاصه للاخوه اللاعبين اللي هما في حق اللي وصلوا الفرقه لهذ النتائج اللي كاينه الان، وتحيه للاخوه رجال الامن قياده الاخ سعيد جوهر. حقا واخا تعطوا التعويضات لرجال الامن، المساله ديال التعويضات لا تكفي ان الهم اللي تيرفعوه كيحملوه رجال الامن خفيفه الضغط ديال الجمهور داخل المقابله، لان كيلعبوا دور كبير انه خصوصا في الحفاظ على عمل الفرقه باش تبقى تلعب على خلق لك فوضى او لا شي حاجه كيمكن تحكم على الملعب بالسدام. تحيه للاخ جوهر والرجال ديال الامن كاملين، وتحيه لواحد الشخص اللي لعب واحد الدور كبير رغم انه ماشي في المكتب. تحيه للاخ مسلم عبد الملك، كل شيء تيعلم الدور اللي لعبه، يجب ان نصفقوا ليه جميع. الدور اللي لعبه مسلم عبد الملك في الماليه ديال اللجنه. بالنسبه للمداخله ديالي هو ان اللجنه يمكن نقول بان انعدمنا التواصل مع فرق الاحياء، لان فرق الاحياء هي النواه ديال الفرقه وهي اللي كتعطينا الخلاف. اللعابه اللي عندنا الان كيمارسوا في الفرقه كلهم وليدات الفرقه، من جاو من فرق الاحياء،
بالنسبة للجمعية الآن والنادي اللجنة الآن، أنا ما تواصلتش مع فرق الإحياء، ما كاينش واحد التواصل مع فرق الإحياء. وبالنسبة للنقطة الثانية هو أن الملعب ديال التداريب، ما عندناش ملعب ديال التداريب الإخوان. أنا صبات الشتاء اللي دخلوا الإخوان لعب هنا يلعبوا في التيران، دخلوا يتدربوا فيه، هذاك الكازو كله غادي يمشي بحال هكا. أن هذيك البلاصة كيتدربوا فيها كتولي غيس، لا تساعد على التداريب. هذه النقطة اللي خاصها تناقشها الإخوان على اللجنة، أننا تحملوا المسؤولية أن في قلبوا على ملعب فين تدرب الفريق. وبالنسبة لواحد النقطة الثانية هو أن غياب واحد الوجوه بارزة في رياضة المنتخب، فينا هو السي أحمد الناصري. السي أحمد الناصري الآن يغيب عن الجمع. السي أحمد الناصري الكوكب كتحتفل به، وحنا الآن ما كاينش عندنا السي أحمد الناصري. الأخ بالهاشمي، واحد المجموعة ديال الناس اللي شرفات على السير هذا، الأخ أمين عبد الطيف، الأخ منصوري، كل شيء الإخوان اللي كانت كنطلبهم الإخوان على المكتب الجديد ياخذ بعين الاعتبار هاد الناس، لأن عندهم واحد الهم في التسيير. وبالنسبة للتعويضات ديال اللاعبين، باقي وصلنا بأن التعويضات ديال اللاعبين المحليين أنها كتنقص على اللاعب الأجنبي. فمن هنا كنوصلوا أن المكتب الجاي أنه يقرر أنه يساوي الإخوان ديال المحليين في التعويضات، لأنهم اللي كتعوض لهم كتعطيهم تعويضات بحال بحال، كتحمس الإخوان جميع الدراري اللي كاينين في فرق الأحياء، كتحمسهم باش يجيو يلعبوا في الفرقة. وشكرا. كنظن اعتبارا الرتبة الهامة اللي تيحصل عليها الفريق حاليا، حال دون تدخلي في واحد مجالات معينة، سواء المجال ديال تيتعلق بالتقرير المالي، لأن أنا تنعتبر التقرير المالي ماشي أو كيما جات يقول لك فلان ولا فرتله تعتمد على الطلبة، حنا كسعية ما عندنا ما نديرو بها. يكفي أننا المجلس خص واحد منحة معينة، يكفي أن المجلس الإقليمي مع المكتب الشريف فوسفات، أن المكتب الشريف فوسفات راه تعرفوا راه الملايير اللي تأدي القسم تاعو بلا ما نطلبوا، لأن هذيك غير سعاية بلا واخا جد راه تتبقى طلبة. المسألة راه مفروغ منها، راه تنسيرو فريق بلا اعتمادات بهذا الشكل هذا. ولكن هذا لا يعني لا غدا لما كانش لينا فلان اللي غادي يجيب لينا ما نوقفوا. وتنشكر الاخوان اللي تنحاول نطرحوا على الاخوان هو الطريقه، اني واش الا كنعتمدوا الاخوان، هاد الاخوان اللي هما حاضرين ك يعني كماده خام اللي هي تصادق على قرار لا المادي ولا الادبي، وتنتقل العمليه ديال 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 التصويت الطريق باش واش تنتخبوا رئيس ولا تنتخبوا. وشكرا.